الفيديو ده انا عايداه المره دلوقتي المره الخامسه او السادسه، فمعلش امصري مش هعرف اعيده تاني، فاستعملوني بقى. اول حاجه او اللي انا هتكلم فيه هو في 3 اطارات. يا ترى هي ليه المنظومه التعليميه بالحال اللي احنا وصلنا له؟ يعني فين العيب؟ يعني في المدرس ولا في الطالب؟ بس انا دلوقتي هزيد فئه تانية اللي هو في مدرس وفي طالب وفي طالبه، يعني لان الوضع يختلف شويه دلوقتي. انت لما تيجي تسأل اي طالب، اي بني ادم كده في الدنيا كلها، حبيبي انت بتحب التعليم؟ بغض النظر بقى عن ردة فعله، بس غالبا ان 99.9 طبعا لا، ما بنحبش التعليم والتعليم 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 بغض النظر. لكن انا مش هتتكلم كده في الموضوع، او مش هتكلم في الموضوع بشكل اوسع قد ما هتكلم ان هو بشكل خاص شوية. اولا انت لما تيجي تسأل طالب هو انت ليه ما بتحبش التعليم، اول حاجه بيقولها لك علشان المناهج زي الزفت، تمام؟ دي اول حاجه الطالب بيقولها. طيب يتبع بقى ان المناهج زي الزفت دي اللي هي اصلا سبب فشله، اللي هو طالب يعني ما بيكره مثلا التعليم او كده. اول حاجه المناهج زي الزفت، ودي بتبقى شغله من معظم كلامه، مجرد 1% 2%، ويبتدي الموضوع خالص يتطرق معاه بقى، يدخل لك بقى في المدرس، اصل المدرس كذا كذا، اصل المدرس ما بيدخلش يشرح، اصل المدرس بيهزر، اصل المدرس واصل المدرس واصل المدرس. المدرس بيدخل ستاند اب سيت داون، السلام عليكم، وعليكم السلام، بغض النظر هو بيدي ماده ايه يعني، ويقوم مقعدنا. هيرمي له كده كلمتين، يقعد يهزق فينا شويه مثلا، يشتم شتمتين، يضحك مع واحده كده او واحد ضحكتين، والموضوع خلص، لا بيكمل ولا ولو يعني ربنا كرمه وشرح كلمتين ما بفهمش منه حاجه، وانا اصلا ببقى قاعد مش مركز. وبغض النظر بقى هو هيبتدي الكلام كده، وانا المدرس ده والمدرس ده والمدرس ده، والمدرس ده اصلا طريقته مش عجباني، انا بحس مش عارف ايه، ويطلع كده في المدرس عيوب. يعني ده بالنسبه للطالب لما بيجي يتكلم عن المدرس، طالب يعني ولد ذكر. طب ده انت دلوقتي قلت ان المدرس بيهزر وان المدرس ما بيشرحش، في وفي، يعني في مدرسين تدخل ما بتشرحش، وفي اللي بيرمي كلمتين وانا ما بفهمش، وفي اللي طريقته ضحك وهزار. طيب ده نسبة، يعني انت 10% قلت عشان المناهج اللي زي الزفت، ونسبة اللي هي نسبتها كام بقى؟ نسبتها دلوقتي 45%، او نص النسبة الباقية اللي هو 45%، اللي هو 45% عشان المدرس كذا كذا. طب والنسبة بقى 45% بقى الباقيين؟ قالك عشان البنات. ازاي؟ البنت دلوقتي بتبقى داخلة الحصة اصلا مش عايزة تسمع، داخلة تضحك وتهزر، والمدرس طبعا احيانا بيقعد يهزر معاهم وعادي وبيمشي الموضوع، مش بنت يعني، انا بتكلم على عامة يعني، بيبقوا قاعدين يهزروا وبيضحكوا، والمدرس كمان بيضحك وبيهزر معاهم وعادي، والحصة بتضيع، والمدرس قال كلمتين يبقى كرم ربنا، وغالبية الحصة أصلا بتكون هزار وضحك، وإحنا بنقرف أصلا، وبدل ما إحنا بنبقى مثلا مروحين وفي دماغنا معلومة أو اتنين، بدل ما بنبقى مروحين وفي دماغنا معلومة أو اتنين، بنبقى مروحين أصلا وفي دماغنا ضحك البنات اللي كانت اللي هي يعني I'm sorry for loss ميعين أو خيلين، بغض النظر انتوا يعني ايه، بتبقى بنات كده ضحك وهزار بس، واحنا طبعا بنزعل من كده وبنضايق من كده، ودي مش أسلوب ودي مش طريقة، واحنا جايين نتعلم مش عارف ايه. ده كلام ولد. طيب لما تيجي بقى تكلم البنت برضو 10% تقول لك علشان المناهج اللي زي الزفت. طيب و45% نفس عيوب المدرس اللي الطالب قالها، نفس عيوب المدرس اللي البنت بتقولها، وال45 الباقيين عشان الولد. ليه بقى؟ عشان الولاد اصلا برضو طريقتها بايخه، بيقعدوا يرموا الفاظ، اصلا بيهزروا مع بعض ببواخه، بيقعدوا يجروا ورا بعض في اللي هو يعني بغض النظر قبل درس او كده، واحنا اصلا برضو غالبيه الفرق اصلا مشتركه، واحنا برضو ما بنفهمش، واحنا مش عارف ايه، وهم اصلا دماغهم مش في اي حاجه، وهم مش نافعين في حاجه، وكذلك هم بيقولوا على البنات ان هم مش نافعين في حاجه. فلما احنا شفنا الموضوع، انت اصلا يعني لما تيجي تتكلم اي حد بقى لو مش هيعمل معاك مناظره طويله، تقول له هو انت ما بتطقش تعليميه، يقول لك عشان المدرس ويسكت، مش هيقول لك عشان البنات، غالبيتنا كده. ولكن انت لو تمعنت شويه في مناظره او في كلام مع حد وانت ليه بتكره التعليم، هتلاقي اسباب يعني تلاقي الولاد ترمي اللوم على البنات، تلاقي البنات بترمي اللوم على الولاد، والمدرس شايف ان الاثنين عايزين الحرق بالولاعه، ان هو البنات والولاد الاثنين زفت. معظم لما بقى تيجي تكلم المدرس، المدرس بيقول لك ايه؟ انا دلوقتي داخل الحصه،
شايف عهات قدامي، شايف 90% من الطلبة اللي فاتح لك محل كشري ورا، واللي جايب مش وبياكل. سوري المدرس والله العظيم يقول كده، يعني مش انا، يعني المناظرة فعلا كانت بتقول كده. واللي فاتح لك ازازة، يعني بغض النظر، وقاعدين وعادي وعادي، لدرجة ان في مدرسين بتدخل تقول اهلكم جايبين لكم فلوس منين، انتوا معاكم اكل الحاجات دي؟ يعني الحصة 6 الحصة 7 اللي بيكونوا معاهم اكل، خصوصا بنات، يكون معاهم اكل في اي حصه، بيجيبوا منين، بتحشوا ازاي؟ وبغض النظر بقى المدرس طبعا هي بتكون سنه هزار كده، فهو بيقعد يقول لهم كده انتوا جايبين الاكل ده منين والحاجات دي كلها. يقول لك انا ببقى داخل منظرهم مقزز، منظرهم مقرف، ما بيشجعش على الشرح. انا لما اشوف حل الكشري مفتوح ورا، يعني يا جماعه حل الكشري مجاز او كنايه عن ان هو اكل كتير وجايبين اكل، وفعلا في ناس بقت تجيب حلل في المدرسه وعادي وبيقعدوا ياكلوا خلاص. ويقول لك اللي عايزه تضحك واللي عايزه تهزر. وانا لما الاقي الطلبه كده انا ادخل انبح في صوتي ليه؟ ما اهزر واضحك معاهم انا كمان، يعني وجهه نظر منطقيه بصراحه، اللي هو هتكلم بعدين، اللي هو ايه، هشرح ليه؟ انا هشرح ليه؟ ما هو البني ادم اللي قدامي مش عايز يسمعني، يبقى انا اشرح واتعب نفسي ليه؟ ده بالنسبه للبنات. ويقول ان غالبيتهم بيهزروا ومش عارف ايه ومش عايزين تعليم، هو اخر الواحده فيهم اصلا انها تكبر وتتلقح في اي حته والموضوع خلص، هم دول مش هيتعلموا، هم دول فشله، هم دول اجيال المستقبل. وطبعا بغض النظر عن نشره الاخبار اللي كل البنات بتسمعها احيانا، انتوا جيل عهات، انتوا جيل مش نافعين، انتوا ازاي كده، انتوا اكثر جيل عدى علينا، بغض النظر بقى عن كمية المدح اللي أي بنت بتسمعها قاعدة في الفصل. وطبعا الحسنة بتخص والسيئة بتعوم، ولما مدرس أو مدرسة بيدخل يهزق بيهزق الفصل كله أو المجموعة كلها، بغض النظر بقى هو ما بيفرقش، فبيقوم رامي الكلام لأي حد، وأي بنت بتقوم تتكلم أنا ما بحبش لمادة وترزعي. فطبعا ده يعني ما فيش مجال للمناظرات أو النقاش أصلا ما بين المدرس والطلبة. فغالبا المدرس شايف ان البنت، انا بتكلم عن البنات دلوقتي، ان البنات هي الغلطانه وهي اللي اصلا، وهي مش عايزه تتعلم، وانا مش حرام عليا لما ندخل ما اشرحش، لان هم مش عايزين اصلا، هم مش عايزين شرح، هم مش عايزين شرح، هم مش جايين عشان شرح. ده بالنسبه للمدرسه. وبالنسبه للدرس برضو غالبيه الكلام هزار وضحك. يعني انت اصلا بتذاكري امتى؟ انا بذاكر في البيت. ما هو مستحيل، يعني ما حدش بيقدر، يعني انت عفوا ما بتروحيش، نعرض الحوار بعدين، نعرض الحوار بعدين يا جماعه. فالمهم يعني هو بيقول على البنت كده. طب وبالنسبه للولاد؟ يقول لك برده مش حرام عليا لما ندخل وما اشرحش للولاد. طب حضرتك بتقول هو مش حرام عليك لما انت تدخل وما تشرحش للبنات، عشان البنات بتكون مش منتبهه ومش مركزه وفاتحين محلات اكل زي ما حضرتك بتقول، وبتهزر وبتضحك وبغض النظر عن اللفظ اللي خرج، ولكن هي بتعمل كده في الفصل، وانا مش عارف ايه، وانا مش حرام عليا ان انا ادخل وما اشرحش، ولو دخلت وشرحت بكروت المعلومه وخلاص، ما انا اعمل لك ايه، ما في 60 ده مش انا اللي هدخل امتحان بدالك. اوكي، ده بالنسبه للبنات بيقولوا. طب نيجي للولاد. طب حضرتك قلت انك ما تشرحش للبنات عشان كذا وكذا وكذا، حضرتك ليه بقى ما بتشرحش للولاد؟ المدرس يقول انا اصلا بدخل فرق الولاد ما بيبقاش عندهم استعداد ان هم يسمعوا. برضه ده ازاي ان شاء الله؟ برضو اغلبيه الولاد ما عندهاش اي مسؤوليه، ما عندهاش اي اهداف، عايزين يهزروا، عايزين يضحكوا. نادرا لقيت واحد ولا اتنين نفسهم يبقوا حاجة، وغالبا يعني مفيش، غالبا مفيش. فبرضه مش حرام علينا ان انا ادخل مشرحش، هم اصلا ما عندهمش استعداد يسمعوا شرح، هم بيبقوا قاعدين بغض النظر هم بيعملوا ايه وخلاص. المدرس بيقول كده والطالب سامع كده وخلاص، والموضوع خلص. المدرس بيقول على البنت كده وبيقول على الولد كده، وهما الاتنين شايفين المدرس هو اللي غلطان. طيب نشوف بقى الحل. بالنسبة للمدرس اللي بيقول أنا بدخل بلاقي أصلا الولاد والبنات كده والمنظر ما يشجعش على الشرح، هو وظيفة حضرتك أصلا إن أنت اللي تبتدي تشجعهم على الشرح، وإنك أنت بتبتدي تشجعهم على المذاكرة. ولا هو أصلا ما يبقاش اسمك معلم وما اسمكش مربي أجيال. لا، أنت لما تدخل حصة وتلاقي إن الحصة فيها نوع من الفوضى وفيها نوع من التسيب، أعتقد إن وظيفة حضرتك إنك تبتدي أصلا تمسك الحصة. ومفيش حاجة اسمها أنا هتماشى مع اسلوب الطلبه، طلبه عايزه هزار انا ههزر، طلبه عايزه مزح وجد وشرح انا هشرح. لا، هي دي مش وظيفتك، هي اسمها انك هتدخل. اي نعم، هو مش كل الموضوع دش معلومات، ولكن في طريقه اسمها طريقه تمهيديه، في طريقه اسمها طريقه ان انا هجذب الطلبه. يعني زمان اصلا كنا، يعني والله
في استاذه كده لها جزيل الشكر اصلا كانت بتدخل الحصه. ايوه احنا كنا كده. وفي ناس ما بتحبش اصلا، انا هزحم دماغي فين ولا فين؟ انا هزحم دماغي في درس، ولا انا هزحم دماغي في مدرسه، ولا هزحم دماغي في بيتي؟ يعني انا هذاكر ايه؟ اقطع نفسي يعني؟ فده كلام معظمنا سواء بنات او ولاد. ففي مدرسه كانت تدخل المدرسه واحنا طبعا كنا بنبقى على اخرنا، والله دخلت سالت سؤال لطيف: مين اللي بيصلي الفجر؟ كانت بتشرح الموجات الميكانيكيه والموجات الكهرومغناطيسيه، مين اللي بيصلي الفجر؟ فطبعا بما اني مسحوبه من لساني على طول قلت لها انا. فقمنا: طيب انت دلوقتي لما طبعا بتقوم تصلي الفجر بيبقى انت عارف ان الجامع اللي بيبقى مثلا جنب بيتكم بيبقى حاطط مايك على اللي هو جهاز الراديو يعني اللي شغال، وبيبقى برضو انت عندك راديو في البيت، فانت لما بتيجي تسمع الله اكبر او اي كلمه بتلاقي مين اللي سابق مين؟ بتلاقي دايما ان الراديو بيسبق المايك بتاع الجامع. ليه بقى؟ ابتدت بقى طبعا عملنا فريق مقاومه وفريق معارضه، ولا احنا بنسمع الراديو الاول، ولا قالك لا احنا بنسمع المايك الاول. وبغض النظر يعني احنا قعدنا في سلسله من الصراعات لحد ما ضحكت كده وقالت: لا لا، حاجه بسيطه قوي، احنا اولا بنسمع الراديو الاول لان الراديو هو الموجات الكهرومغناطيسيه، اما بالنسبه للمايك اللي مقرب من الراديو دي موجات اسمها موجات ميكانيكية، وانتوا عارفين بقى ان الموجات الكهرومغناطيسية اسرع من الموجات الميكانيكية. مهدت الدرس باسلوب تمهيدي جدا، انا اصلا مش قادرة انسى الدرس اصلا لحد دلوقتي. حاجة ظريفة ولطيفة، كملت الحصة بالضحك والهزار. يعني المدرسة بيقول انا بتماشى مع طلبة بالضحك والهزار، حضرتك والله عظيم تقدر تتماشى مع طلبة بالضحك والهزار من غير ما تخرج عن موضوع الدرس، يعني انت تقدر تكمل الدرس كده بالضحك وبالهزار. وظيفة حضرتك انك لو لقيت طالب متسايب تعاقبه، مفيش حاجة اسمها الطالب ماشي كده فانا همشي كل كده. لا، على فكرة مستحيل انك تدخل فصل تلاقي كل الناس اللي فيه ما عندهاش استعداد انها تسمع شرح، في ناس بيبقى عندها استعداد والله انها تسمع، بس هي بتمشي في المتاهة كده زي ما بيقولوا. وظيفة حضرتك بغض النظر حتى لو مفيش ناس، انت وظيفتك انك تدخل تسكت الكل بغض النظر، اللي شايل اللي بياكل حط الاكل. وفي مدرسين تقول لك كل بس ركز معايا، بيبقى يعني عند في ناس عندها القدرة انها تاكل وتتكلم تاكل وتركز مع المدرس في نفس الوقت، يعني عادي في ناس كده، وفي ناس ما بتعرفش اصلا تذاكر الا وجنبها حاجة عمالة تنقنق فيها، في ناس كده عادي خالص. ففي مدرسين تسمح بهذا وفي مدرسين ما تسمحش بهذا. فالمدرس لما يقول لك انا مش حرام عليه، هو حضرتك جبتها منين؟ هو وظيفتك وما بتأديهاش، بتدخل وما بتشرحش، يعني ايه مش حرام عليك؟ والله هي حاجة غريبة، لكن مش معنى كده ان اللي غلطان في الموضوع من اوله لاخره هو المعلم، لان برضو الطالب غلطان والطالبة غلطانة. الطالب هو حضرتك ايه هدفك؟ يعني في ناس، في اصلا الطلبة دول هم عبارة عن 3 انواع، في نوع بيذاكر لهدف ودول بقوا نادرين وقليلين جدا، اللي هو عايز يبقى حاجة في المجتمع ده نادر وقليل، وفي نوع معتمد على فلوس بابا وماما وان انا هكبر وبابا وماما يشوفوني اي ويرموني في اي حتة والموضوع خلص وهشتغل وخلاص، وفي نوع كل همه الكورة اللي هي اصلا في النهايه قطع السفنج انت بتقعد تجري وراها، واول ما بتدخل الجون هو وهيصه واصلا محدش فاهم ايه ده، في لعبه كده وصلت يعني ترتيب فئات المجتمع لازم يتعاد، اللي هو اصلا لاعبين الكوره بالمنزله اللي وصلوا لها دول والاطباء والمهندسين بقوا في المرتبه الثانيه والثالثه، ويعني دي حاجه اصلا تحير. بس يلا ما علينا، مش ده موضوعنا. في ال3 انواع هو في واحد، يعني ال3 انواع انا مش عايزه اقول ال3 انواع غلط، ولكن اللي بيلعب مثلا كوره ومش حاطط قدامه هدف تاني يقول لك هو انت شايف حاجه بتكسب دلوقتي غير الكوره؟ وطبعا بغض النظر ان في بعدها تمثيل وغنى ورقص وخلاعه ومجون حاجات تانيه كده، لكن بغض النظر ان الكوره دلوقتي بالنسبه ل يعني كتير جدا من الولاد هي بقت هدفهم الاول والاخير، وللاسف انت مش قادره تقاومه بحجه ومنطق وبرهان. ولكن يعني في ناس تقول لك لا التعليم افضل، يعني هو يعني ايه؟ يعني انت بقى مثلا لاعب كوره وما عندكش اي اهتمام باي حاجه تانية، ويعني ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. وعمر مثلا ما الكوره يعني قد ما الناس قعدت تعظم فيها وقد ما المجتمع اللي حواليك قعد يقول لك ده هي وهي وهي، عمرها ما هتبقى افضل مثلا من مهندس او دكتور. واللي يقول لك كده غلط، احنا ترتيب فئات المجتمع دلوقتي غلط، بس اكيد مصيره هيصلح. يعني مستحيل يدنهم لاعبين الكوره على المرتبه الاولى من العالم، والطبيب والمهندس والمعلم ده اللي يدنهم في مرتبه تانية. واكتر حاجه تثبت لنا ازمه كورونا اللي احنا فيها دلوقتي، دلوقتي هم بيجروا ورا الاطباء، والابطال عندنا دلوقتي هم وزاره الصحه والممرضين والدكاتره والناس دي، دلوقتي هي الابطال دلوقتي مش لعيبه الكوره. وان شاء الله التصنيف اهدان ومستمر ويعرفوا انت الاطباء والدكاتره. فانت ما توهمش نفسك ان الكوره هي اللي تعمل منك بني ادم من غير ما يكون عندك اي
فكره او اي تصرف او اي حاجه عن اي حاجه في الدنيا. يعني هو انت ما تعرفش حاجه انك تلعب كوره، فدي مش حاجه مفرحه اطلاقا اطلاقا اطلاقا. بالنسبه للناس اللي عندها هدف، يعني الحمد لله ان في ناس كده، ويا ريت اصلا كل الناس تبقى كده، ان هو انت يبقى عندك هدف وعايز تحققه. بالنسبه للناس بقى اللي هي اصلا ما عندهاش، انا هشتغل اي حاجه، المهم يعني معانا فلوس وخلاص وربنا كرمك، يعني تكون معاك فلوس وبني ادم جاهل مش فاهم اي حاجه، فطبيعي الفلوس اصلا لا اما هتتدمر، انت اصلا بني ادم ذات نفسك انت هتتدمر، اللي هو كفايه انك تكون كده مش فاهم اي حاجه، وكل الفرح مع حضرتك انك معاك فلوس. ده بالنسبه لعقليه الطلاب دلوقتي اللي هم الذكور. بالنسبه للاناث حاجة مقنعة، انتوا دلوقتي بتفكروا في حاجات محدش يفكر فيها. انتوا دلوقتي البنت دي البنت في سنها بتفكر في حاجات كده، انتي كطالبة ازاي يعني على ايام مثلا الوالدة والجدة، الحاجات دي البنات ما كانتش تفكر فيها في وقتهم كده، كان عندهم مسؤوليات، كان كل واحدة كده في فكرها. اما انت دلوقتي بقيت تقعد مع بنات وتكلم بنات تحس فكرهم عبيط، حاجات كده غريبة بتطلع كده ما تفهمش اصلا هما بيتكلموا في ايه. فعلى فكرة الغلط على المعلم، لان حضرتك لما بتهزر والله العظيم والله العظيم انت مش هتوصل الولد لحاجة. وكمان يعني فكرة ان انت بس اللي مطالب ان التعليم يبقى شيق، لا هو مش حضرتك بس، انت كطالب عليك نسبة 90%، وده من يعني من فم المدرس ذات نفسه. الطالب والطالبة عليهم نسبة 90%. ما هو المدرس الا وسيلة بتشجعك وبتساعدك في اسلوب التعلم، عايز حاجة عايز معلومة بتشجعك. لكن انت حضرتك لو انت ما عندكش المذاكرة، يعني انت لو ما بتذاكرش هو المدرس يعملك ايه؟ ما هو يعني مقنع، يعني المدرس مثلا بيشرح، افترض ان هو بيشرح وبيعمل عليه، حتى لو مش بيشرح في المدرسة فهو بيشرح في الدرس، المدرس بيشرح بس انت كطالب مش بتذاكر، فنعم انت هتنجح ازاي؟ وفي الاخر تقول المدرس هو الغلط عشان مش عارف يمشيك، مش حاجة اسمها كده، والله 90% على المدرس، على الطالب مش على المدرس. فالطالب غلطان، طالب غلطان والله. حتى لو انت بتدخل وبتلاقي المدرس حتى مش فاهم منه حاجة، مش فاهم منه حاجة، انت لازم تقعد تسمعه من باب الاحترام. امتى بقى تتجاهله وتعمله اللي انت بتعمله ده؟ ان هو قاعد اصلا، لو هو اصلا ما بيشرحش هنا تتجاهله وتقعد وما تسمعوش، بس ما تقللش احترام معاه ايا كان. المدرس يقول لك الطلاب قلة الادب، والموضوع ده اصلا وصل من اول ما ابتدى حقوقنا تتنزع وابتدى القانون يبقى ضعيف، لان القانون دايما في مصلحة الطالب. غالبا المدرسين فعلا بتقول كده، من اول ما القوانين دي ابتدت، من اول ما حقوق المدرسين ابتدت تضيع، ومن اول ما ابتدى المدرس ان هو يكون أردأ، أنا عفوا أسفة على الكلمة، لكن بيكون أردأ مكانة وأسوأ مكانة في المجتمع، وبقى كل من هب ودب طالب ملوش أي 30 لازمة ممكن يتطاول على المعلم. صراحة معاهم حق، لأن ده اللي بيحصل دلوقتي، من أول ما ابتدى القانون يضعف معاهم هو كمان حقوقهم ابتدت تضعف. أي نعم كان في مدرسين زمان كانوا في قمة الجبروت لدرجة ان ممكن الوالد والوالده لو مش قادرين على الولد او البنت يروحوا يشتكوا المدرس، هي تخاف من المدرس اكتر ما بتخاف من والديه. ولكن في مدرسين زمان لما كانت عندها السلطه، يعني كان الطلبه ماشيين، حتى لو في طلبه مظلومين، لكن ما كانش في التسايب اللي احنا وصلنا له دلوقتي. اول ما حق المدرس ابتدى يتشد منه، اول ما الطالب ابتدى ينزل ومحدش عارف يرجعه تاني. اما بقى بالنسبه للطالبه فهو انت غلطانه، على الاقل انت لو مش حاطه اصلا في دماغك انك تشتغلي لازم يكون على الاقل كبني ادم عندك ثقافه وعندك هدف في حياتك، حتى لو مش هتشتغلي لازم تكوني عندك يعني موهبه، موهبه حتى بتنميها. فكرتك ايه انك تتكلمي في كل حاجاتك حاجات تافهه، وانت كطالب كل افكارك وطموحك حاجات تافهه؟ دي حاجات انتوا لازم تفكروا فيها 1000000%. الطالب غلطان، المعلم غلطان، والطالبة غلطانة. انت كطالبة لازم تحطي نفسك هدف، وما بلاش ضحك وهزار في قلب الدروس، ده مش مطلوب منكم والله العظيم. انت كطالب خلي دماغك شوية، يعني خلي عندك تركيز وثبات شوية وفكر فعلا في مستقبلك. وانت كمعلم مش الحل الهزار والضحك طول الوقت اطلاقا اطلاقا اطلاقا. اما بقى بالنسبة لحجة ان نظام التعليم نظام فاشل، وان انت كطالب بتقول ان نظام التعليم نظام فاشل، وانت كطالبة نظام التعليم نظام فاشل، كل ما اتكلم حد لكن انا مش هعرف انجح عشان اصلا نظام التعليم نظام فاشل. هو حضرتك لما هو نظام التعليم نظام فاشل انت ليه مش عارف تبقى فيه التوب؟ يعني يقولك المناهج دي مناهج راكدة، المناهج دي تدرس من ايام الوالد والوالدة، تدرس من ايام الجد والجدة. هو حضرتك بقى ليه؟ طب لما هي عقيمة للدرجات انت ليه مش عارف تبقى فيها التوب؟ ليه ما بتطلعش الاول مثلا؟ ليه مثلا مش مدي انطباع عنك قدام المعلم او قدام المدرس او قدام اي فئة من فئات المجتمع انك شاطر في دراستك، طالما المناهج دي عبيطة او بالنسبة لك يعني ملهاش اي 30 لازمة؟ يعني انت حضرتك مش شاطر فيها ليه؟ انت حضرتك ما بتبدعش فيها ليه؟
فقبل ما تقول، عشان اصلا اي بني ادم فينا يثبت ان الحاجه دي راكده وفيها خمول وفيها كسل، يبقى ينجزها قبل الباقيين. لو انتوا اللي اصلا 95 99.9 من الناس دلوقتي بقت على فكره التعليم باظ، على فكره المناهج اللي احنا بناخدها دي مناهج راكده وما فيهاش، انت هتثبت كده لما تبقى التوب فيها. مش عفوا، انت اصلا مش قادر تتجاوز المناهج، وانت اصلا ما بتعرفش تذاكر كويس ومش واصل يعني الخبره كويسه في المنهج، وتقول المنهج ده ملوش اي 30 لازمه. طب انت بناء على ايه؟ طب هات دليل بقى، هات دليل. ما هو حضرتك عشان ما بتقعدش على الكتاب واخد فكره المنهج راكد، طب ما تنجح فيه وبعد كده بقول راكد. في حالة ان انت بس نجحت فيه وبقيت فيه يعني اللوك كده مكانة كويسة واه نجزت فيه، هي دي بس اللي انت تقدر تقول ان انا كده بسم الله ما شاء الله وخلاص، والمنهج ده راكد وغيروه وفعل هاشتاجات بقى وترندات وشوف شغلكم يعني. لكن انت لو مش قادر تثبت نفسك في المنهج عمرك ما تقول منهج راكد، مالكش حق، مالكش حق انك تقول كده اصلا، لكن انت مش عارف توصل لحاجة فيه. بس خلص الكلام النهارده، بس خلاصة الكلام يعني برضو عشان انا عارفة ان انا رغاية، بس يعني خلاصة الكلام 3 حاجات. انت كطالب غلطان وفكر انت بتعمل ايه، انت بتعمل حاجات كتير غلط، سواء اصلا من اول رسم اهدافك وطموحك لحد حاليا. المناهج راكده؟ لا حضرتك المناهج مش راكده، وحتى لو راكده انت هتثبت كده لما تبقى التوب فيها، مش تبقى بوتوم وتقول لا انا لازم المنهج ده راكد ولازم يتغير. انت كطالبه فكرك لازم يتغير، اسلوبك لازم يتغير، الكلام العبيط اللي بقى 90% من البنات ماشيه فيه، والنبي والنبي غيريه شويه. بصي حطي نفسك اهداف، مدرس مش مطلوب من حضرتك انك تتماشى مع طلاب، مطلوب انك تمشي الطلاب على الاخلاق والقيم. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.